فيما ينهمك العالم بترجيحات توجيه أو عدم توجيه ضربة غربية عسكرية إلى سوريا، واصل المحققون الأمميون لليوم الثالث على التوالي مهمة التفتيش عن أدلة على استعمال الكيميائي في الغوطة الشرقية قبل أن ينتهي عملهم السبت المقبل بتقرير مفصل يقدمونه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي كرر قوله إن استعمال الأسلحة الكيميائية من قبل أي فريق كان هو جريمة ضد الإنسانية. ولم تعطل أنباء قرع طبول الحرب أحداث العنف الجارية على الأرض، إذ أفادت شبكة شام الإخبارية عن نشوب اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في دارية في الغوطة الغربية. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 30 قتيلا سقطوا اليوم، معظمهم في حلب وحمص ودمشق وريفها، وذلك بعدما تجددت الاشتباكات في هذه المناطق. وأعلن الجيش الحر استهدافه مقار تابعة لقوات النظام في سفيرة ونبل والزهراء في ريف حلب، في وقت جرت فيه اشتباكات في محيط حي الخالدية، فضلا عن أنباء تفيد عن استهداف حواجز لجيش النظام في الجبيل والرصافة تزامنت مع اشتباكات في حي الصناعة في دير الزور. إلى ذلك أفادت المعارضة عن بدء قوات النظام بإخلاء بعض مواقعها في دمشق تحسبا للضربة العسكرية، وهو ما نفاه مسؤولون رسميون عسكريون. وقد رصد ناشطون من جهة أخرى شاحنات ضخمة يرجح أنها تنقل أسلحة وذخائر من منطقة عسكرية في قمة جبل قسيون، وبثوا تسجيلات مصورة تثبت أقوالهم. وأشار ناشطون إلى أن مركبات مدرعة وشاحنات تقل جنودا من قوات الحكومة شهدت تغادر منطقة مطار دمشق الدولي التي يوجد فيها 3 قواعد للجيش متجهة نحو بلدة حران العواميد القريبة.